حبايبي حبايبي الجمال ده، القطعتين دول بدل من الواحدة 99 هتاخد الاتنين دول ب170 ريال بس من أضواء العيون، حي الشفا شارع المدارس. واللوكيشن معايا لو حبيتي الموقع ابعتلك الموقع على عيوني. حاضر. دي طبعا يا جماعة دي نسائي اللي انا لابساها زي ما انتوا شايفين كده، القطعتين على 170 والقطعة الواحدة على 99 ريال. دي النسائي وده الرجالي زي ما انتوا شايفين كده، اللي فيه دول رجالي. شايفين الشياكة والجمال ده، حاجات الشباب والشباب اللي بتحب النظارات عشان خاطر البنات موجودة اهي يا جماعة. الاتنين دول ب170 ريال، ايه رايكم؟ حاجات جامده جدا بصراحه. لو حبيتي تاخدي قطعتين هتاخديهم على 170، سواء هتاخدي الاثنين رجالي او نسائي، او تاخدي واحده كده واحده كده زي ما انت عايزه، هتاخدي العرض ب 170 ريال. ومتابعين سما اشرف، بس لاخر الشهر العرض. هنا بقى عدسات لاصقه، عدسات ليندا زينه. دي عدسات حلوه جدا واسعارها مش هتتخيلوا. دي عدسات لاصقه زينه، عدسات ليندا، الحبة ب150 ريال. طبعا هم عاملين عروض حلوة جدا لمتابعين سما اشرف وبس، هيدوك الاتنين ب150 ريال. حاجات منتهى الجمال، عدسات ليندا، عدسات زينة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. العلبة ب150، هيديك العلبتين ب150 ريال، والاخر الشهر والفترة محدودة، والعرض ده لاخر الشهر بس، وبعد كده بيتلغى العرض معاكي لاخر الشهر. العرض ده متاح لمتابعين سما اشرف وبس عند اضواء العيون في الشفا شارع المدارس زي ما انتم شايفين كده. ليندا الواحده ب150، هيبيعوا الاثنين لمتابعين سما اشرف ب200، قصدي ب150 ريال لمتابعين سما اشرف. عندكم هنا زي ما انتم شايفين كده اضواء العيون في حي الشفا شارع المدارس، ومعايا اللوكيشن هسيبه لكم برده في اول تعليق باذن الله مثبت، لو حابين تروحوا تشوفوا المكان. هنا هم عاملين عرض الواحده ب99 ريال، لكن المتابعين سما اشرف عاملين القطعتين ب170 ريال، وعندهم نظارات طبيه نسائي ورجالي، عندهم عدسات حلوه جدا، عندهم نظارات شمس شيك جدا جدا رجالي ونسائي برضو، عندهم حاجات منتهى الجمال. تعالي بقى نتفرج كده، لو حابه تاخدي فكره عن النظارات، لو حابه تجيبي واحده ليك وواحده لجوزك، لو حابه تجيبي هديه لاختك، هديه لحبيبك، هديه لحبيبتك، هديه لمراتك، هديه لاختك، هديه لاي حد تبعك، ما تفوتش العروض دي يا جماعه. الحاجات دي منتهى الجمال، والنظارات منتهى الشياكه، حاجات جميله جدا، حاجات شيك قوي بصراحه، منتهى الجمال زي ما انتم شايفين بالشكل ده. النظارات قدامكم اهي، اشكالها شيك جدا، اشكالها رقيقه قوي بجد بجد. انا انبهرت من النظارات واشكال النظارات والخامات بتاعتها، انا على فكره جبت منها وهتتفرجوا برضو عليا وانا لابساها، حاجات حلوه جدا عجبتني بجد، الاشكال بتاعتها مميزه قوي. عرفنا بقى ايه النظارات عشان حبايبي عايزين نظارات. ديت والله كلها نظارات شمسيه، المجموعه دي كلها نسائيه. تمام. وفيها ماركات كتير، وفي حاجات عندنا اللي هم براند بتاعنا. البراند. هم براند بتاعنا احنا. هم براند. وفي ماركات برضو فيها. فيها ماركات، فيها اي ماركات. حاجه على 99 ريال صح كده؟ طبعا، اي نظارات شمسيه هنا حلوات سعرها 99 ريال. ديت ديور. تمام. تمام. وديت شانل. شانل؟ شانل. شانل. ايوه. تمام. ايوه تمام تمام. عندك تعرف في برضه حاجات هنا حلوه جميله كده هنا جدا طبعا. الايام اللي هي الصيف اللي نازله دلوقتي كلها دي دي الحاجات الصيف بقى اللي نازله جديد صح كده؟ تمام اوكي تمام. كلها طبعا عليها حمايه من الاشعه اللي هي فوق بنفسجيه طبعا اللي هو اليو في عشان تحمي العين طبعا من اشعه الشمس، ومعظم العدسات بتاعتها عليها حمايه. ورينا الحاجه الحلوه دي. جميل شكلها حلو. دي اسمها رومانتيك. رومانتيك؟ النبي هي اصلا هي اصلا رومانتيكه لوحدها ما شاء الله. انا شايفه بصوا يا جماعه الحاجات حلوه ازاي، يعني الموديلات دي كلها اللي هي بتاع الصيف باذن الله. شايفين الجمال؟ شاورنا دي كده. شايفين دي حلوه ازاي يا جماعه؟ دي حلوه قوي، شيك جدا دي بصراحه. وبرده دي عامله برده 99. يعني انا نسيت كله صراحه. الحاجات القمر ده 99. النضاره سعرها 99 ريال. ريال. تمام. ما شاء الله العرض ده مستمر لاخر الشهر صح كده؟ تمام. بعد كده الحاجه ترجع اسعارها الطبيعيه. برضو دي هي شايفين يا جماعه برضو الحاجات القمر دي. واي حد عرض ليك انت خاص دلوقتي، لو اي حد جالي حتى بعد نهايه الشهر وقال له 70 سنه نفس العرض. بص يا جماعه بقى من بقه اهو بيقول لكم برضو بعد نهايه الشهر، لو حد جه برضو من تبعي برضو هيمشي له العرض مستمر لمتابعين سما اشرف، حتى لو العرض خلص لاخر الشهر، لو جيتوا بعد العرض لو خلص مفيش مشكله، هيمشي لكم برضو العرض على 99 ريال. دي كلها بقى النظارات الشمسيه.
دي بقى عدسات أديرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، حلوة جدا، طبية وزينة، حاجة منتهى الجمال، ما شاء الله حلوة قوي يعني، حاجة منتهى الجمال برضو ب99 ريال. دي أديرة عدسات منها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، والألوان بتاعتها اهي، والمقاسات بكل حاجة بتاعتها، حاجة منتهى الجمال على فكرة، أشكالها حلوة جدا وألوانها ممتازة. دي عدسات أديرة طبية، ومنها زينة برضو حلوة جدا، ومنها المقاسات بياخدوا بصمة مقاس العين، عرض حلوة جدا على 99 ريال الفترة لآخر الشهر. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، زي ما قلت لكم أديرة، عرض حلوة جدا، طبي وزينة، صح كده، منتهى الجمال ما شاء الله. شايفين الشياكة بتاعتها على 99 ريال، ألوانها قدامكم اهي، عليها بقى يعني زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، اشكالها اهي وجمال العيون بتاعتها، وكل واحده وقدامها رسمه العين بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، اديره طبيه زي ما انتوا شايفين، وزينه، منتهى الجمال على 99 ريال. اضواء العيون حي الشفا. دي نظارات ديار حلوه جدا، خامتها ممتازه طبيه، وعليها العدسات بتاعتها. دي ديار زي ما انتوا شايفين كده، بيوريك الخامه بتاعتها مش هتتكسر منك ولا اي حاجه. العرض بتاعها يا جماعه دي حلو جدا برضو، بيقولوا احنا بنبيعها ب160 اساسا، النظارات الطبيه نسائي او رجالي لمتابعين صام اشرف، الواحده على 99 ريال. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بيقول لك معانا كل الشركات وكل المقاسات موجوده، واللي عايز حاجه معينه احنا كمان بنعملها له، النظارات الطبيه ومعاها العدسات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده، اشكال منها كتير جدا، ورجالي ونسائي، حاجات في قمة الشياكة، حاجات في قمة الجمال، والناس والاخوات المصريين محترمين جدا، وعندهم حاجات منتهى الجمال. هما يا جماعة في حي الشفا عشان تبقوا عارفين، وهسيب لكم باذن الله اللوكيشن في اول تعليق مثبت، ورقم الموبايل بتاعهم لو حابين تتواصلوا معاهم، لو حابين تاخدوا فكرة او تستفسروا عن اي حاجة، هما هيردوا عليكم ويعرفوكوا كل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده، ده النسائي هنا، في اشكال اللي برضو هتشوفوها دلوقتي، نظارات نسائية برضو مصورها لكم، وهتشوفوها كمان تاني دلوقتي، حاجات حلوة جدا، اسعارها ممتازة واسعارها ممتازة. برضو دي حاجات نسائية، نظارات طبية، دي نسائية مش رجالية، مش رجال يعني، شايفين اهو في زي كده، ورينا كده في حاجة زي كده، 99 بدل من 160، 99 بدل من 160. هنا برضو اشكالها تانية اهي كتير جدا ما شاء الله، حلوة جدا واسعارها ممتازة. النظارات الطبية وريتكم خامتها بيعملها ازاي، هم عاملين عليها عرض، العرض متاح لاخر الشهر بس، ولو برضو عديت الشهر هيعملك الخصم برضو لو متابعين سما اشرف، بس لما تقوليله تقولونا جالك من طرف سما اشرف عشان يديك العرض، لو روحتي حتى بعد الشهر ما يخلص معاكي، لكن طول ما الشهر مستمر عادي مفيش مشكلة. حاجات اسعارها حلوة جدا، العدسات، النظارات، حاجات منتهى الجمال، اشكالها حلوه قوي. تعالوا بقى نشوف عدسات ديفي ولينس مي، ديفي ولينس مي عاملين عرض حلوه جدا عليها، من 180 ل 140 ريال لمتابعين سما اشرف، عدسات لينسي وديفي موجود زي ما انتم شايفين كده. طبعا عدسات ديفي حلوه جدا ولينسي حلوه جدا، اشكال العدسات والالوان بتاعتها اهي، هنا اشكالها بالشكل ده، بيبيعوها ب 180 ريال لمتابعين سما اشرف، هيبيعوها ب 140، هي سعرها الأساسي 180، هيخفضوها ل 140 لمتابعين سما أشرف، والعرض ده لمتابعين سما أشرف وبس، هي أساسا بيبيعوها ب 180 ريال، لو رحت وقلت لهم أنا جاي من طرف سما أشرف هيديهولك على 140 ريال بدل من 180، يعني عندك فرق 40 ريال. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، دي عندك كل العدسات ديفي وكل حاجة، صورت لكم كل انواع العدسات، وصورت لكم النظارات وشياكة النظارات الطبية والشمسية، وكل حاجة حلوة جدا بجد، ما تتفوتوش العرض ده، لو حابين تروحوا ما تنسوش زي ما قلت لكم تقولوا لهم انا من طرف سما اشرف. وهنا انا كده خلصت لكم الجولة، وهنا انا زي ما انتوا شايفين كده حبيت اخدكم جولة تاني معايا، وهقول لكم ما تنسونيش في تعليقات بقى حلوة منكم، بتشيروا على قد ما تقدروا، واهم حاجة اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، ما تنسيش تحط اللايك عشان الفيديو ده في يوصل لاكبر عدد، والناس تستفاد من العرض، والناس تستفاد، لو حابب حد يجيب هدايا لخطيبته لمراته لحبيبته، الشباب اللي بتحب النظارات وشيكة النظارات وجنتلة النظارات،
ما تفوتوش العرض ده، حاجات منتهى الجمال بجد، حاجات مميزة قوي هتعجبكم وهتنور رضاكم بإذن الله تعالى. انا صراحة اخدت منهم نظارات شيك جدا وحلوة قوي وعجبتني بجد بجد، وكانت لايقة عليا. اخدت لون حلو كده، اللون اللي هو عامل زي اللون السماوي اللي هو بحبه جدا بحبه جدا بحبه جدا. هي ممكن هناك كده لو حبيتوا تشوفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنونا فيديو جديد مع سما.